لكل عشاق الايس كريم وتحديدا ايس كريم كولد ستون، دلوقتي هنقابل الجدعان هاني شاكر ورامي فكري، هم اصحاب هذه العلامه التجاريه واللي نجحوا في توطين صناعتها داخل مصر والشرق الاوسط. دلوقتي هنقابلهم عشان نتعرف على كيفيه الفوز بهذه العلامه التجاريه، خليكم معنا. دلوقتي حضراتكم في أشهر مصنع في مصر والعالم لإنتاج الآيس كريم، مصنع كولد ستون الأمريكي، مختلف في كل حاجة، طعمه، ريحته، خاماته الطبيعية، أفكاره، إضافاته، حتى قرطاس البسكويت اللي بتتسقط جواه بولات الآيس كريم، غريب في طعمه وقرمشته ويتاكل لوحده والجدع اللي يكمله. باختصار حضراتكم هتعيشوا مع آيس كريم كولد ستون حالة من النشوة والسعادة والفرحة لغاية ما يخلص، ده بجد على فكرة. وصحيح كولد ستون علامة تجارية أمريكية ومشهورة في العالم كله، ولكن في مصر وراء قصة نجاح عظيمة بطلها شابين مفيش أروع من كده، حاجة كده قيمة وقامة، أدمغة ذهب، أصدقاء عمر وخطواتهم ثابتة وعارفين هم رايحين فين كويس جدا، وكفاية نجاحهم في إقناع الشركة الأمريكية العملاقة بمنحهم حق إقامة مصنع الآيس كريم كولد ستون في مصر عشان يبقى المصنع الثالث في العالم بعد أمريكا وتايلاند. كمان افتتاحهم ل 22 فرع كولد ستون في أضخم المولات التجارية في مصر، ولسه مكملين في خطة التوسع والانتشار، عايزين يبقوا رقم واحد في مصر، يعني لما نقول يا آيس كريم يبقى كولد ستون. الجدعان هم هاني شاكر ورامي فكري، أصحاب امتياز العلامة التجارية كولد ستون في مصر، مفيش قرار اختلفوا عليه، طموحهم واحد، أفكارهم مشتركة، إصرارهم على الجودة مش عشان هم علامة تجارية أمريكية، لكن عشان إحنا كمصريين نستحق كده. حتى لما فكروا يعملوا علامات تجارية خاصة بيهم عملوا آيس كريم ملوش حل ومختلف من خلال علامتين تجاريتين، ويمزي ووندرفيل. جربوا كده طعم اللبان ولا الزبادي بالتوت ولا الكوتون كاندي وحضراتكم هتفهموا. وخلي بالكم هاني شاكر ورامي فكري بيهتموا جدا بالتفاصيل، وده خلاهم مهتمين بشدة بالولاد اللي شغالين معاهم، بيعلموهم ويدربوهم بنفسهم ازاي يستقبلوا عشاق كولد ستون، وازاي دايما يبقى شكلهم حلو وابتسامتهم جذابة ومريحة، وازاي يدوقوا كل زائر ولا 20 نوع في دقايق معدودة، وكل نوع احلى واطعم من التاني، ازاي يعملوا كمان شوب الايس كريم يفرحوا الكبير قبل الصغير، ازاي يحافظوا على مكانهم. صدقوني قصة نجاح عظيمة وملهاش حل وكلها تفاصيل. تعالوا في البداية نقابل هاني شاكر الشريك المؤسس لمصنع كولد ستون للآيس كريم في مصر. المشوار طويل جدا، اسمك هاني شاكر بنحبه جدا زي الآيس كريم بتاعك. انت النهاردة رقم واحد في مصر في الآيس كريم، مفيش جدال في الجودة، في عدد الفروع بتاعتك 22 فرع، موجود عظيم جدا. قصة نجاح انا بحب اقدمها ببرنامج الجدعان، عشان كده لما اتكلمنا قلت لك انا بكره هبقى عندك. مظبوط مظبوط. عايز اسمع منك قصه هاني شاكر ورامي فكري. تمام. طب انت اولا تشرفتونا النهارده، اشكرك، وتشرفنا بيكم بوجودكم معانا، وشكرا على المقدمه الجميله ديت. احنا بدانا مع بعض انا ورامي اصدقاء من زمان، من التسعينات تقريبا، مش كده؟ من ايام الجامعه، واحنا اصدقاء مع بعض، وبعد كده هوت كان كل واحد في مجال مختلف عن مجال التصنيع والايس كريم، وجات لنا الفكرة ان احنا عايزين نعمل حاجة ليها علاقة بالفود اند بيفرج في مصر. انت حضرتك كنت شغال في الملابس الجاهلة. انا كنت ملابس جاهلة، كنت في بورسعيد، وبعد كده اتنقلت من بورسعيد، سافرت فرنسا من 2002، وقعدت في فرنسا لغاية حوالي 2018، بس جينا في 2012 عملنا فكرة بتاعت كولد ستون. احنا عجبنا فكرة ان يبقى فيه كونسبت محلات واقفة بذاتها هي لمبيعات الايس كريم بس، والحمد لله مضينا معهم حق ماستر فرانشايز اجريمنت، حق استغلال علامة تجارية في جمهورية مصر العربية، وفتحنا اول فرع كان في 2012. وطبعا كان في صعوبات في الاول، احنا كنا فاتحين في فترة صعبة، بس الحمد لله قدرنا ان خطوة خطوة ان احنا نفتح فروع، الفروع تتفتح من سنة لسنة، والحمد لله النهاردة بقينا موجودين تقريبا في معظم مولات مصر كلها. 22 فرع. كان الايس كريم بيجي لك من بره؟ كان الاول كان الايس كريم بيجينا من بره، يعني 100% كان منتج مستورد،
بعد كده هو حبينا ان احنا قلنا ليه لا ان احنا ما نحاولش ان احنا نصنع المنتج هنا ونبقى منطقه لتصنيع الايس كريم للمنتج الامريكاني، ولو في فرص تصديره للاسواق الناشئه اللي هتفتح من كولد ستون حوالينا احنا برضو نصدر لها المنتج. وفعلا قعدنا في نقاشات كتيره مع الشركه ان احنا ناخد معاهم اللي هو ماستر سبلاي اجريمنت او حق التصنيع. وبالفعل بدانا النهارده. اول حاجه كان انتاجنا ان احنا بنورد للمحلاتنا ال 22 فرع كلهم بنورد لهم دلوقتي من مصانعنا هنا، والحمد لله النهارده بقينا 90% من المنتج محلي، وال10% بس هي اللي ممكن تبقى فيها جزء استيراد. بس طبعا قلبنا المعادله، بدل ما كانت 100% النهارده بقت 90% 10%. وبعد كده دخلنا في قصه تانية ان احنا كمان بنورد لكافيهات ومطاعم وكل يعني بي تو بي، بنورد لهم الجالون الخمسة لتر. مش مجرد الفروع بس بنورد لكافيهات ومطاعم كتيره الحمد لله، وفنادق برضو عندنا مجموعه من الفنادق كبيره عندنا في البورتفوليو. والخطوه اللي بعديها ان احنا دخلنا بقى في انتاج الكوبايه والكون والستيك والحجم العائلي، فبرضو عندنا رينج كامل في كولد ستون من الكوبايه ال 150 والعائلي اللي هو ال 1 لتر والستيك والكونو. بنقفز قفزات سريعه على فكره، خد بالك يعني الحمد لله، يعني من الفروع للتصنيع بعد كده دخلنا على منتجات تتورد لفنادق ومطاعم. مزبوط. بعد كده دخلنا على منتج للمستهلك النهائي. برافو جدا. لو عملنا حاجه تاني كمان، عملنا براند جديد اسمه وندرفيل. وندرفيل هو منتج، ده البراند ده كله بتاعنا، بتمتلكه الشركه بتاعتنا، واحنا اللي قمنا على الفكره ان احنا عايزين نعمل منتج يبقى الكواليتي بتاعته عاليه، الطعم بتاعه حلو، المستهلك يحبه، العلبه بتاعته تبقى حلوه وتبقى امنه. والحمد لله قدرنا ان احنا نعمل وندرفيل، وهتلاقي الرينج بتاعه حتى العلب بتاعته كلها فيها فكره ان هي تحفه، جزء منها تحفة. سيرك، وفي كيدز اديشن زي الكوتون كاندي والبابل جام. وبعد كده عندنا برضو عملنا منتج تاني اللي هو ويمزي، وده منتج اقتصادي سعره ارخص كمان من وندرفيل، بحيث ان يبقى عندنا فئه سعريه مختلفه، بحيث اللي عايز منتج اقتصادي موجود، اللي عايز بريميوم موجود، واللي عايز اللي هو سوبر بريميوم او الجوده العاليه قوي برضو موجود. انت عندك النهارده فوق ال 52 منتج حسب 52. العدد اللي قعدنا نعده فوق. تمام. ولكن ليه يعني عملت 52 منتج ده غير بقى 3 لتر او 3 علامات تجاريه؟ بص حضرتك، هو حلو ان انت تصنع اندر لايسنس، بتديك خبره حلوه وبتديك انفتاح على الاسواق، وبتعرف الترند بره ماشي ازاي والناس بره عايزه ايه. وفي نفس الوقت انت لازم يبقى عندك البراند بتاعك، لازم يبقى عندك حاجه انت بتصنعها بتاعتك انت. انت عندك كم موظف النهارده؟ احنا النهارده 450، من 450 480 حسب الموسم. وحجم الاستثمار النهارده قد ايه؟ احنا حوالي النهارده 200 مليون جنيه تقريبا. 200 مليون جنيه. ما شاء الله. كل ده بقى عباره عن خطوط انتاج وايه تاني؟ خطوط انتاج وعربيات وتلاجات ومخازن توزيع، كل ده. انت بتوصل لكل نقطه بيع عندك صح كده؟ احنا بدانا في الخط اللي هو الاندستريال او اللي هو الكابس والكونز والحاجات دي كلها، بدانا فيها من سنه ونص، فالحمد لله احنا قطعنا فيها شوط حلو، وما زال قدامنا شوط اكبر ان احنا نخلصه ونقطعه. اكيد الثلاث علامات التجاريه بتوعنا مش موجودين في كل المحافظات، ولا نجحنا في الدخول لكل المحافظات؟ والله احنا بدانا دلوقتي كمحلات موجودين في المنصوره وموجودين في الغردقه وموجودين في الاسكندريه. كمنتجات لا، في كمنتجات موجودين الحمد لله، بدانا نبقى موجودين في حتت كتير، موجودين في اسكندريه، موجودين في طنطا، موجودين في العين السخنه، في الغردقه وشرم الشيخ، لا موجودين في كذا حته دلوقتي كمنتج سوبر. محتاج وكلاء فين؟ وايه شروطك عشان تديني وكاله؟ انت كيان ضخم جدا، انا عايز استفيد بيه ان انا الاقي حاجه اقدر اوزعها. تمام. واستفيد منها ماليا. تمام. شروطك عشان اخد الوكاله بتاعتك؟ والله هي موضوع الوكاله دوت يعني بيلتزم يعني برضه ليه اعداد وليه كلامه المختلف، بس بيشترط طبعا لازم يبقى عنده غرف تجميد موجوده عنده العربيات بتاعته، عنده شبكه التوزيع بتاعته، عارف الاماكن، الكلام ده كله يعني ليها مواصفات كتيره يعني. دلوقتي هنقابل رامي فكري، الشريك المؤسس الثاني لشركة ومصنع وفروع كولد ستون في مصر للآيس كريم، وهو تخرج في الجامعة الأمريكية تخصص اقتصاد وعلوم سياسية، هادي جدا وعشقه العربيات وصناعة السيارات كمان. وخلي بال حضراتكم، ده كان وكيل فورد الأمريكية وكمان سيارات شاهين وفيات، ولكن تفرغ تماما لإدارة وتسويق كولد ستون. رامي فكري من السيارات، وده قطاع ضخم جدا لقطاع تصنيع الايس كريم، استعنا بمبادره البنك المركزي من خلال البنك الاهلي.
وحتى لفات رئيس الجمهورية ادعموا الشباب. تمام. صح؟ تمام. استفدنا ازاي؟ المبادرة كانت ميسرة، خدناها عشان نعمل ايه؟ طبعا المبادرة دي كانت حاجة مهمة جدا، وبصراحة البنك الاهلي من ملوك اللي سندتنا جامد في الموضوع ده. احنا خدنا منهم تسهيلات على المبادرة دي، ودي طبعا ساعدتنا في التوسع في النشاط بتاعنا، النشاط الصناعي اكتر اللي هو التوزيع من ناحية العربيات، التلاجات، المكان، الوركينج كابيتال اللي احنا شغالين بيه ده. فطبعا كان ليها درع جامد فيها ان هي تسندنا في التوسع بتاعنا في النشاط ده. حجم الكارد كان قد ايه؟ حوالي 40 مليون. عايز بقى افصص معاك هو موضوع الفوز بالعلامة التجارية. تمام؟ لما اتكلمت مع هاني شاكر، هاني شاكر قال يا دوبك احنا بناخد 350-600 الف جنيه، ده حق امتياز العلامة التجارية. انا عايز التفاصيل بالكامل. دي فرصة عمل كبيرة جدا ومضمونة بإذن الله في نجاحها. انا باخد فرع ناجح عندي 22 تجربة ناجحة، فانا ان شاء الله مضمون نجاحي، بس افوز بها ازاي؟ عايز اعرف المعدات، الديكور، البضاعة بتاعتي هتجيلي ازاي يوميا؟ اشرح لنا. زي ما قلت حضرتك احنا عندنا 22 فرع، احنا عندنا فاتحين سيف فرانشايز، يعني حضرتك تقدر تتقدم وتطلب سيف فرانشايز، يعني تاخد فرع ليك. الفرع بيبقى الحق الحصول عليه او العلامة ده بيبتدي من 250 الف لغاية 600 الف كولد ستون. كولد ستون. تمام. العلامة وحسب، يعني ده بيعتمد على مساحة المحل، هل هو كيوسك ولا محل ولا عربية. تمام. على أساسه بتتحدد القيمة دي. التكلفة المحل عندنا هي احنا بنحسبها بالمتر. لو انت حيك جوه المولات بتبقى التكلفة من كديكور. كديكور. آه. مش كمعدات. المعدات دي لسه هاجي الحاجة. الديكور بيبقى من 18 ل 24 ألف. ده المتر؟ المتر. عشان مول. عشان مول. لكن لو انا في شارع. لا اقل من كده. نيجي بقى بالنسبة للمعدات، برضو المعدات بتتكلف ممكن من 200 الف جنيه لغاية 350 الف جنيه، حسب برضو مساحة المحل او الكيوسك او حجم المعدة. اللي هي عبارة عن المعدات. التلاجات، الاستونة اللي بعمل اللي عليها. بعمل عليها الايس كريم، كل ما هو دي فريزر، كل الحاجات دي كلها، الخلاط، المكنة اللي بنعمل بيها البسكت، كل دي معدات. فطبعا بتختلف من محل للتاني او حجم المحل على حجم المعدات اللي موجودة جواه وقد ايه. رمانة الميزان في مصنع كولد ستون هو الجدع اللي قدام حضراتكم ده، 40 سنة خبرة في تصنيع الايس كريم، عشان كده كان ليه دور كبير في نجاح هاني شاكر ورامي فكري. ركزوا معاه وخلونا نتعرف عليه. مهندس عبد الناصر مرسي، 40 سنة خبرة في صناعة الايس كريم. الايس كريم. معنى كده ان حضرتك هنا رمانة الميزان، فيش قطعة من هنا تم شرائها كمعدة إلا باستشارتك، صح كده؟ مظبوط. تمام. عملنا إيه مع رامي وهاني شاكر عشان يعملوا العظمة دي كلها؟ طبعا الشركة هنا شركة بمواصفات أمريكية. طبعا. اتفقوا على صناعة الأيس كريم، بعد كده اتقابلنا واتفقنا إن احنا نطور ونحسن من مستوى الجودة بما يطابق المواصفات الأمريكية بالضبط. لما بنيجي نختار فليفر زي الفانيليا مثلا، لازم نختار فليفر الفانيليا اللي مزروعة في مدغشقر. يا سلام. واللي بتصنع بتستخلص بالكراميل في أوروبا. برضو 40 سنة دي مش سهلة. يعني 40 سنة برضو مدة طويلة. اشتغلت في عدة مصانع في مصر. يعني أنا في فترة من الفترات زرت. قول لي إيه تاني اللي بنراعي فيه الذوق المصري؟ في أصناف جديدة دخلناها بيحبها المصريين، وهي إحنا عرفناها عن طريق الزيارات للمعارض الأوروبية وهكذا، زي الكوتون كاندي واللبان، ده صنفين يعني المصريين يحبوهم. وفي ناس ما بتحب الشوكولاتة الغامقة، عملنا لهم شوكولاتة بيضة بنفس المواصفات برضو الجودة العالية بتاعت أوروبا وأمريكا، فقدرنا نعمل حاجة مستواها عالي. مش بس احنا بنهتم بالفليفر وخلاص، لا،
احنا بنهتم بالجوده في كل شيء. خلي بال حضراتكم دلوقتي في تحدي كبير لجدعان الصناعات المغذيه من اصحاب مصانع الفوم والبلاستيك. العلبه البيضه دي اختراع امريكي، من بره فوم لعزل الحراره عشان الايس كريم ما يسحش، ومن جوه طبقه بلاستيك غذائي عشان تاكل براحتك وما يتنقلش اي طعم غريب للايس كريم، وبتدي صلابه كمان للفوم ما يتكسرش. وبيستوردها هاني شاكر ورامي فكري من امريكا راسا، ومحدش قدر يعملها في مصر للاسف. معقول؟ عايزين نصممها فورا لانها اختراع وكل مصانع الايس كريم محتاجاها. كمان القرطاس الكرتون ده محتاجينه، بسيط جدا ولكن برضو بنستورده، وده اللي بتحط فيه بسكوتة ايس كريم كولد ستون او بتتلف جواها وبتبقى سخنة. عايزينها ملفوفة ومفتوحة كده، مين الجدع اللي يقدر يعملهم؟ والتعاقد فوري لو بالمواصفات العالمية.